أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط أحجام تداول منخفضة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 741 مليار و551 مليون جنيه. وبالنسبة للمؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 اليوم بنسبة 29% وأغلق عند 11490 نقطة. في المقابل أيضا ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 77% وأغلق عند 2118 نقطة. أيضا امتدت الارتفاعات لإي جي اكس 100 الأوصان نطاقا وارتفع بنسبة 96% وأغلق عند 3123 نقطة. إلى أسواق العملات مشاهدينا، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل إلى 15 جنيها و66 قرشا، بالنسبة لسعر البيع 15 جنيها و75 قرشا. عن اليورو 17 جنيها و46 قرشا، بالنسبة لسعر الشراء سعر البيع 17 جنيها و58 قرشا. نصل الجنيه الاسترليني سجل سعر شراء وصل إلى 21 جنيها، في حين وصل سعر البيع اليوم إلى 21 جنيها 13 قرشا. نبدأ بالدرهم الإماراتي بالنسبة للعملات العربية، والذي وصل اليوم سعر الشراء فيه 4 جنيهات 26 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات 29 قرشا. واخيرا الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات 20 قرشا. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجع سعر الذهب العالمي ليصل إلى 1787 دولارا و70 سنتا للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيها، في حين لمس عيار 21 سعر وصل إلى 787 جنيها، وسجل عيار 24 سعر وصل إلى 900 جنيه. وأخيرا الجنيه الذهب وصل سعره اليوم إلى 6296 جنيها.